الخير على الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، الحضور الكريم. في البداية أوجه التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الرمز والتاريخ، الذي نسعد بتجديد شراكتنا معه للمرة الثانية في استمرار لرحلة نجاح جي إل سي مع النادي الأكبر في الشرق الأوسط وأعرق الأندية، الذي اكتسب سمعة مشرفة لمصر على المستوى العربي والأفريقي والعالمي. ونتمنى أن تتواصل رحلتنا سويا كشركاء نجاح، وتستمر بطولات وإنجازات الأهلي وجي إل سي في كتف النادي. وبالتأكيد لا يمكن أن ننسى الدور الكبير لشركة بريزنتيشن الشريك التسويقي للنادي الأهلي، ودورها الفعال في ترسيخ العلاقات مع شركاء النجاح. دهانات جي إل سي تسعى دائما للتميز وتطوير علاماتها التجارية وصنع أفكار غير تقليدية، لذا كان اختيارها للنادي الأهلي مثاليا كشريك نجاح نتشرف بالانتماء إليه. اسمحوا لي بشكل شخصي أحكي لكم على قصة. أنا لما جيت مصر ما كنتش أعرف أي حاجة عن الكورة، كنت بستغرب لما الناس تتفرج على الماتش ويكون في زحمة والناس بالنسبة لها ممكن تسيب كل حاجة من إيديها عشان الكورة. يعني أصحابي المقربين ليا كانوا أهلاوية، هم اللي خلوني أحب النادي الأهلي وأحب الكورة، وهم السبب اللي أتابع كأس العالم بسبب النادي الأهلي. أحب أعرفكم باختصار أن شركتنا الألمانية اللبنانية للصناعة دهانات جي إل سي، وعلى مدار أكثر من 25 سنة هي من رواد مصنعي الدهانات الإنشائية ذات الجودة العالية، حيث حصلت الشركة على العديد من الجوائز كأفضل شركة دهانات إنشائية في مصر، وأيضا في التصميمات بالألوان المبتكرة الجديدة واتجاهات الألوان السنوية التي تلبي شغف المستهلكين وتساهم في تعزيز المشهد الإبداعي بمصرنا العزيزة. نحن نسعى جاهدين في جي إل سي لتقديم حلول الدهانات الأكثر تطورا لعملائنا، ونثق في الاقتصاد المصري وأنها مهما كانت التحديات إلا أن مصر أرض الفرص، واتخذنا طريق البناء والنمو والذي لم يتوقف إلى الآن بفضل الله. اليوم نحن بفضل ربنا أكبر شركة دهانات إنشائية بمصر، ولدينا الكثير من الفروع ومراكز ومنتشرين بجميع محافظات مصر، ونصدر تحت اسم صنعة في مصر إلى الدول العربية والأفريقية. وعندما اتجهت الدولة للاستثمار في الصعيد كنا سباقين، وأنشأنا أكبر مصنع دهانات في جنوب مصر بمحافظة قنا، ونهدف أيضا ودائما إلى زيادة معدلات التصدير. لدينا إيمان راسخ في جي إل سي بأهمية الرياضة ودورها في تنمية المجتمع والحفاظ على شبابه وانطلاقه من دورنا في المسؤولية المجتمعية. نحرص دائما على دعم قطاع الرياضة والدخول في شركات في شراكات مع المؤسسات الناجحة التي تسهم في تطوير الرياضة في مصر. لذا لم نجد أفضل من النادي الأهلي لنكون شركاء له، وأقول بكل فخر واعتزاز جي إل سي بكتفك يا أهلي. وإحنا في كتف الأهلي عدى علينا خمس سنين من البطولات والنجاحات، وإن شاء الله لمزيد من الإنجازات وحصد كافة البطولات خلال الأعوام القادمة. أنا مش هطيل عليكم، أنا عايز أنتهز الفرصة وأنا على منصة الأهلي وأقدم الشكر لفريق عمل جي إل سي على إنجازات هذا العام. إنجازات كتيرة وتحديات كانت صعبة السنة دي فوق الوصف، واليوم زي ما بيقولوا ختامها مسك، ختمناها في النادي السعادة نادي الأهلي. كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله السنة الجاية تكون سنة حلوة على الجميع. دهانات جي إل سي في كتفك يا أهلي، خمس سنين ولسه مكملين. شكراً.